مساء الخير على كل شركائنا الحاضرين معنا اليوم كمان بمسي على كل ضيوفنا اللي شرفونا اليوم بالإيفنت الأهم بمجال المال والأعمال بعالمنا العربي واليوم هيدا الإيفنت رح ياخد طابع مغربي بامتياز نعم الإيفنت اليوم مخصص للمغاربة داخل وخارج المغرب رح تتعرفوا ضيوفنا على شركتنا القوية وفكرة الذكية وكيف تستفيدوا منها ورح تاخدو كل المعلومات باللهجة المغربية يلي بيعطي الإيفنت أهمية كبيرة هو أن اللي رح يشعر المشروع هو نفسه مؤسس المشروع ومديره التنفيذي بنفسه هيدا القائد المغربي العظيم يلي يعني شرف المغرب وكل العرب بهيدي الشركه العالميه حد بصمة فريدة من نوعها بعالم المال والأعمال بالعالم صنع طفرة بصناعة النتورك ماركتينج وعنده خبرة كبيرة بتطوير الأعمال وإدارة المشاريع مع شركات عالمية خبرة كبيرة كمان بالنتورك ماركتينج وخبرة كبيرة بالتدريب على طاقة المال وريادة الأعمال وبناء القادة هو صاحب أول مدرسة ومنهج بالعالم للوعي المالي الكوني يؤمن بأن الثراء هو استحقاق ومن خلال هيدا المشروع فتح قدامنا أقصر طريق للثراء ممكن تلاقيه بعالم المال والأعمال وقرر إنه يتقاسم 85% نعم من أرباح الشركة مع كل الشركاء كمان هو شخص كتير متواضع وكتير صادق وواضح معنا كتير بيعطي وقته حتى يساعدنا ويوجهنا ويتقاسم معنا خبرته كتير عم نلاقي دعم وتقدير واحترام منه شخصيا بشرفنا نستقبل سوا المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع القرن الماستر أمين الحافظي ليعرفنا عن المشروع تفضل ماستر شكرا لك يا ملاك على تقديم لي زوين بزاف ان شاء الله غادي نبداو واحد العرض ديال الفكره قبل ما هادشي كنشكر كل الناس اللي حضروا معايا من الشركاء وكذلك الاشخاص اللي استدعوهم باش يكونوا معنا في هذا الحدث دي ان شاء الله غادي تكرر كل يوم ثلاث آه خلال شهر رمضان باذن الله ولما لا آه يقدر يكون حتى بعد رمضان على العموم الفكره هو اننا اليوم بغينا نهضروا بالدارجه ونوصلوا الرساله آه والمساج للمغاربه آه على اساس كاينه شركه مغربيه هي شركه عالميه ومنتشره في بزاف ديال الدول آه واليوم بغينا فعلا نعطيو آه واحد القوه للشركه ديالنا ف بغينا اليوم ان تكون واحد النكهه مغربيه باللهجة المغربيه وهذه اول مره لان غادي نقوم بعرض الفكره باللهجه المغربيه اولا مبروك كنت كنتمنى لكم كل التوفيق ونبداو باذن الله نهضروا على هذا المشروع اللي هو مشروع ديال الاحلام آه طبعا ملي كنبغيو نهضروا نقولوا مشروع ديال الاحلام يعني آه خص تكون فيه واحد المميزات من اهم المميزات هو يكون مستدام يكون دائم يكون ديما ديما خدام آه ما يجيش واحد النهار والشركه تتوقف او لا المشروع البروجي يتوقف فبالتالي ملي كيكون آه مستدام ودائم آه فانه يمكننا اننا نبنيو في الاعمال وكنحققوا بالتالي الاحلام ديالنا كذلك الميزة الثانية اللي يكون بسيط متناول كل الناس وبالتالي المشروع ديالنا غادي على انه بسيط بزاف وممكن كل انسان كيف ما كانت الثقافة دياله ولا البلد دياله ولا الامكانيات والظروف الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا الثقافية فتيمكن له يكون في هذه الشركة وفي هذا البيزنس وتيمكن له انه يحقق الاهداف ديالو، كذلك يكون قوي من ناحيه الارباح والمردود، يعني الجهد اللي غادي تندار يكون فعلا مقابل أه او الارباح والثمار تكون مقابل المجهود اللي تنديروه او تكون افضل أه بزاف من المجهود اللي تنديروه، اذا ثلاثه ديال المعايير اللي يقدروا يعطيونا واحد المشروع اللي مش نسميوه مشروع الاحلام. اللي كيقدر كل انسان طموح بيان سور غادي يحقق فيه الاهداف ديالو اللي هي بيان سور تعتبر احلى سنبدأ آه غادي نبداو معكم آه اليوم بجلوبال ارت كاش شركه آه عالميه للاعمال والهواتف الذكيه سمارت بيزنس سمارت فون بيزنس وكتلعب الدور الوسيط الاعلاني بين الشركات والجمهور شنو كيعني كي لي شنو كتعني لي هذه الجمله أه بلا احنا جلوبال اد او غادي نلعبوا واحد الدور وسيط بيننا وبين الشركات الاشهار كما كتعرفوا شركة الاشهار هي اي شركه في العالم عندها منتجات فبيان سور كتبغي دير الاشهار باش كتسوق المنتجات ديالها سواء الشركات المعروفه العالميه او حتى الشركات المتوسطه او حتى الشركات الصغيره واللي متواجده في بعض البلدان ولكن شنو الجمهور؟ شنوم الجمهور بيان سور هو انا وانت هما المواطنين في انحاء العالم اذا شنو هي وشكون هما الشركات اللي كيلعبوا هذا الدور ديال الوسيط كيف ما كتعرفوا كاين اول اكبر شركه كتلعب هذا الدور وهي جوجل ادس جوجل ادس بيان سور هي رايده في هذا المجال خصوصا ملي كنهضروا دابا حاليا كنهضروا في المجال ديال الويب او لا في المجال ديال الانترنت او لا في المجال الافتراضي فجوجل ادس بيان سور ما متواجداش من حيث وسيط او وسيط ما بين الشركات وما بين الجمهور على المستوى الواقعي ولا المادي ولكن هي بيان موجوده على المستوى الانترنت السبب اللي كنهضروا على جوجل جوجل بيان هو اكبر موتور ديال واللي هو فتح لنا الانترنت فتح لنا الويب وعطاه لنا بواحد الشكل بسيط وسهل في متناول الكل وبالتالي هو اللي خلق الشبكات في العالم وخلق واحد ثوره كبيره في الانترنت وفي التسويق وفي البيع وفي البيزنس بشكل كبير. هو اللي قدر بفكره ذكيه منه انه يبدا يكون وسيط اعلاني بين الشركات الموجوده على ارض الواقع. وبين الاشخاص المتواجدين على الانترنت في المواقع من بدايه المواقع الالكترونيه كتطور بفضل جوجل اليوم جوجل آدس فهو الموزع لجميع الاشارات او الرائد الى غايه 2019 اللي كان يوزع الاشارات وهو وسيط حقيقي وقوي للمواقع من بعد منها ابتكر بيان التطبيق ديال يوتيوب والكثير ديال التطبيقات اللي بدات كتطور وهاد التطبيقات جراس ا آه جوجل آدس اللي بدات كتطور الاعمال ديالها غادي نرجعوا نهضروا على التطبيقات واللي هو المجال ديال العمل ديالنا حنا كنشتغلوا في التطبيقات في الـ في لي زابليكاسيون بيان سور كيف كتعرفوا ان لابليكاسيون ديال يوتيوب ولا تيك توك ولا انستغرام ولا اي تطبيق من التطبيقات اللي اليوم بداو كيدخلوا مال كثير على صناع المحتوى هاد التطبيقات راهم كلهم لا ديال جوجل ادس هو الوسيط الاعلامي والرائد واللي فكر في واحد الحاجه مهم هو انه كيعرفوا كي بان شركات الاشهار كيهتموا بواحد الحاجه او ديما كيقلبوا تيبحثوا واحد الحاجه مهمه هي مساحه تكون مهمه اللي يقدروا يشاهدوا فيها الناس فكيف ما كتشوفوا التاريخ ديال الاشهار اللي هو نقدروا نقولوا بدا من الجرائد وبدا في المجلات وانتقل الى الاذاعات الى القنوات ومنتشر كذلك في في اللافتات موجوده في في كل الاشياء اللي كنمتلكوها من اراضي من منازل من 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 اي مكان حتى السيارات رجعت اننا كنقدروا تكون مساحه قويه ومهمه لهذه الشركات يعني هي بكل بساطه ديما كتقلب على شي مساحه تكون مزيانه وداك المساحه اللي يكونوا كيمروا امامها الناس بزاف باش كيشاهدوا الاشهارات هذا متعارف عليه ولكن نقول آدس فكرت بواحد الطريقه اذكى من ذلك انها خلقت زابليكاسيون خلقت واحد المساحة اللي هي من أقوى المساحات حاليا في العشر سنوات اللي فاتت هما ليزابليكاسيون كيما هضرنا عليهم اليوتيوب والتيك توك وغيرهم وإنما خلقت فكرة ذكية هو أن اللي كيخلق لهم الأعمال ديالهم هما صناع المحتوى عطاتهم مكان باش يصنعوا المحتوى وفي المحتوى تيجلبوا الناس المشاهدين وبالتالي غادي ينزلوا في ذاك المساحه وفي ذاك المحتوى غادي ينزلوا الاشارات ديالهم بيان سور كتعرفوا هذه المساله هذه وكنعيشوها احنا يوميا انا وانت ديما تنشاهدوا الاشارات عبر المحتويات اللي موجودين في هذه التطبيقات لان المحتويات تهمنا او تنتبه تنتبه لهم بشكل كبير وتندخلوا نشوفوا ما وراء هذه المحتويات بالتالي فكره ذكيه انما الشركه ديالنا جلوبال اد فكرت بفكره او معادله عكسيه اننا فكرنا اننا نخلق كذلك مساحه قويه او عطرنا بالفكره ديالنا على مساحه اقوى من كل هذه المساحات وهي كانه نوع من التطوير حاليا لما يوجد في الانترنت ولموجد من هذا التطوير ديال الوسطاء الاعلانيين والشركات الاعلان والتطبيقات وفكرنا بشكل كبير على ان نلغيوا واحد الحاجه مهمه اللي هي الغاء صناع المحتوى علاش نلغيو صناع المحتوى لان السبب واضح بزاف لان هي فكره ذكيه جوجل ادس بيان اعطات واحد النتيجه اليوم غادي تشوفوا الارقام معنا اللي كتحصدها هاد هاد لي زابليكاسيون وهاد الشركات الوسيطه مليارات ديال الدولارات مزيان كل شيء مزيان مستفيد مهم اللي كيبني لهم الاعمال هو احد الوسطاء هم صناع المحتوى كنعرفهم انهم استطاعوا انهم يرجعوا دي مليونير وي مزيان كل هذا مزيان الوغ ولكن انا وانت هما الناس الحقيقيين المشاهدين والجمهور اللي تصنعوا هذه الاعمال لهذه الوسطاء وبالتالي كتخلصهم شركات ديال الاشهار هذا الشيء حنا تنعرفوه ولكن ما عندناش شي قدره باش نديروا لان هناك واحد الحريه كبيره حتى شي واحد ما ضربنا على يدينا اننا نشوفوا الإشارات ولا نشوفوا المحتوى اذا فكرة ذكيه بزاف انما نحن فكرنا بطريقه اذكى من ذلك باش نخليو الجمهور الحقيقي اللي تيبني هذه دي الاعمال ديال الوسطاء يكون كذلك شريك في هذه الصناعه وتكون واحد الطفره جديده اول شيء فكرنا في شاشه الهاتف الذكي شاشه الهاتف الذكي ديالك شاشه مهمه واللي غادي نتعرفوا على القوه ديالها ملي جلوبال آتكاش فكرت على ان كاين أه واحد الحاجه مهمه في حياتنا كنستعملوها وتحت الممتلكات ديالنا بيان سور ولكن ما كنقدروش نستعملوها في الاستعمال ديال التاجير كنقدروا نبيعوها وما كنقدروش آه ناجروها ولا نكريوها لوكاسيون ننزل في اللوكاسيون مثلا الا عندي ارض عندي القدره انني نبيعها وعندي القدره انني نكريها اذا جات الفكره ديال الكرا وجات الفكره ديال لا لوكاسيون جات غير هكا مع شي واحد بن مرض وفكر انه يكري لشي واحد الارض ديالو باش يفلحها ويستفد من الفلاحه ويعطي واحد شويه ديال المردود دي. الفكره ديال الايجار بدات كتبدا في الممتلكات ديالنا بواحد الحريه وقتاش ما عندناش حتى شي فكره من بعد مشات لي زابارتومون الشقق مشات الفيلات مشات ال... بدات كتوسع والكرا بدا كيتطور بزاف حتى وصلت للكرا ديال السيارات اللي اليوم الكرا ديال ديال لي ولا الكرا ديال الاراضي سواء زراعيه سواء 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 اي اي دير فيها اي حاجه حتى السيارات اللي كلها تحت الممتلكات رجعت واحد الصناعة ضخمة تشاركية كبيرة اللي هي بجات واحد الاقتصاد عالمي كبير ما كان نكروش الصناعة أنها متدخلة وضخمة جديدة ولكن حنا ما تنعرفوهاش للأسف حيت حنا ناس عاديين ماشي ماشي دارسين المجال ديال بزنس الأعمال وما نتعمقوش فيها مي نحن جلوبال أد كاش بيان سور تحت الدراسة والبحث على اننا لقينا ان هذه الصناعه تشاركيه وصناعه قويه واللي الاقتصاد العالمي الاستثمارات في العقار مبنيه على الايجار بدون ايجار ما كانش يكون عليها مضاربه وما كانش ارتفاع الاثمنه بهذه السرعه فبالتالي هذا هاد الجانب هذا وهذه الصناعه مهمه بزاف انما واحد الاشياء اللي حنا كنمتلكوها واحد الشيء اللي حنا كنمتلكوه واللي هو تحت الممتلكات ديالنا واللي هو دائما معنا قادرين نبيعوه لكن ما قادرينش نكريوه لانه في خصوصيه ديالك. ولكن قولوا العاد كاش فكرت بواحد الفكره ذكيه وانك انت قادر انك تاجر وتكري ودير لا لوكاسيون ديال ليكرون ديال التليفون ديالك الشاشه ديال التليفون ديالك بون فكره يمكن الناس ما غاديش تجيو ما بيزار ولا ما غاديش يفهموها ولكن في الحقيقه هي واحد المساحه قويه ما فكر فيها حتى شي واحد انها من اقوى المساحات اللي غادي تبغيها شركات ديال الاشعار اللي غادي تلقى واحد المكان جد جد خصب وذكي جدا كيف ما التطبيقات فتحت المحتويات وخلقت محتويات على التطبيقات ديالها اذا تصور معايا على ان كل انسان في العالم اليوم 6.7 مليار شخص في العالم كيمتلك الهاتف الذكي تنظر الى الشاشه ديال الهاتف باش كيدخل يدير لي ريسيرش ديالو ولا تيدير اتصالات ديالو مع الحباب ديالو والصحاب ديالو او عنده بيزنس ديالو في في من 10 إلى 100 مره تندخلوا باش نشوفوا هذا الشيء الشاشه اذا هذه الشاشه اللي حنا تنشوفوا فيها 7 سبعة سبعة مليار شخص تيشوف فيها اذا هذه تعتبر اليوم من اقوى المساحات اللي يمكن لنا نقدموها للشركات ديال الاشهار اذا جلوبال اد هي فكره ذكيه جدا ولذلك حنا طرحنا جوج ديال التطبيقات وهو المجال ديال العمل ديالنا وعندنا جوج ديال المنتجات اللي هو التطبيق الاول الذكي اد آه والتطبيق الثاني بالويب على الانترنت، الأدكاش هاد الجوج ديال التطبيقات هما الدعامتين، هما اللي غادي يخليو ان هاد الشاشة ديالك انك تاجرها لصالح شركة جلوبال Adcash كيفاش حنايا فكرنا بهالطريقة الطريقة؟ فكرنا بكل بساطة باش نكونوا حنا اللي تنشاهدوا تندخلوا من التليفون ديالنا من الشاشة ديالنا ونشاهدوا الإشارات ماشي بالارادة ديالنا باش غير اننا كنشوفوا شي محتويات او كنقلبوا على شي معلومات، اليوم لا، هاد الشاشة اللي كتمتلكها أنت غادي تأجرها لجلوبال وحنا خدينا براعه الفكره والملكيه ديال هاد, هاد الفكره هذه اليوم كل سكان العالم اللي كيمتلكوا الهواتف الذكيه كيمتلكوا الهاتف ديالهم ولكن راهم ما كيمتلكوش الشاشه ديال الهاتف ديالهم اللي رجعت الملكيه ديال جلوبال ادكاش بشكل عالمي هذه الفكره ديالنا ومسجله ولدينا الترخيص بذلك وهذا غادي يخلي التطبيق ديالنا اد اللي غادي انه هو اللي ينزل الاشارات والناس غادي تبقى تشاهد الاشارات بالاراده ديالها السبب لانها غادي تبني الاعمال ديالها ومن خلف هاد المشاهدات بالاراده غادي تربح الفلوس وغادي تدخل المجال المال والاعمال وصناعه الاشهار ونرجعوا كيف ما ديك التطبيقات بدات كتصنع دي مليونير من صناع المحتوى حنا غنصنعوا دي مليونير من المشاهدين والجمهور العادي اللي كانوا كيشاهدوا هاد الاشهارات في المحتويات هما اللي تي خلقوا دي مليونير اليوم هما غادي يخلقوا راسهم ويرجعوهم دي مليونير أغراس ا جلوبال ادكاش اللي فكرت فيهم فكرت بهذه الفكره الذكيه طبعا النشاط التجاري ديالنا حاليا اش تنديروا تنبيعوا في الاشتراكات تطبيقات مجانيه بيان ولكن الاشتراك فيه دفع ديال الرسوم ديالو حاليا بيع الاشتراكات وعندنا جوج ديال التطبيقات وجوج الانواع ديال الاشتراكات كنبيعوهم حاليا حنا ما تنديروش عقود مع وصفقات مع الشركات لان هذا هو النشاط اللي غادي يكون مستقبلي باذن الله لان احنا شركه صغيره وحنا وسيط الان داخل وسيط كيف ما كنا كنهضروا على الوسطاء الاعلانيين جوجل ادز تعتبر من اكبر الوسطاء والرائد في المجال اللي هو اللي الفكره وطورها ولكن في 2018 بدات واحد المنافسه من عند فيسبوك لانه خرج من عندهم ودار حتى هو فيسبوك اتس كذلك ابل حتى هي دارت ابل اتس كاين واحد الشركه الرابعه اللي هي ابلوفد اتس حتى هي دخلت في منافسه مع لوجيو جوجل اتس فحتى حنايا كنطمحوا باننا نكونوا الرقم الخامس وندخلوا في المنافسه مع هاد الكبار باذن الله وغادي نعقدوا صفقات مع الشركات لعرض اعلاناتنا عبر تطبيقنا بالضبط وغراس على الفكره ديال جلوبال بودكاست طبعا الخدمات ديالنا والامتيازات ديالنا كنقدموها للمشتركين معنا كنقدموا لهم واحد الفرصه ديال بناء الاعمال بيان يعني سور الناس اللي كدير المحتوى راه كيقدموا لهم هاد ليزابليكاسيون فرصه قويه باش يبنيو الاعمال ديالهم ويحولوا منهم ناس كدير فلوس وناس رجعوا دي مليونير هذا اليوم راه واقع نفس القصه حتى احنا غادي نديروها وغادي نقدموا للشركاء ديالنا ونخلقوا واحد المجتمع كبير من المشاهدين ومن الجمهور اللي غادي يشاهد الاشهارات على التطبيق ديالنا اد كوين اد كاش وغادي يشري الاشتراكات باش غادي نخلقوا واحد المجتمع ضخم اللي غادي نبنيوا الاعمال بيناتنا وغادي تعرفوا التفاصيل من بعد كيفاش حنايا غادي نقدروا فعلا اننا نصنعوا دي مليونير وانا نبنيوا فرص عمل خاصه بكل شخص في هذا المجتمع اللي معنا وبالتالي غادي نسوقوا الشركه ديالنا بشكل كبير وفي نفس الوقت غادي تكون واحد الخدمه مخصصه لعرض الاعلانات للشركات المعلنه. طبعا احنا شركه عالميه وعندنا اكثر من فرع شركتنا موجوده في المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر ومازال غادي نفتحوا دول اخرى مثل تونس ومثل سوريا او مثل آه العراق ومجال دول كل كلما العدد ديال الاشخاص ديال الشركاء كيكبر كي الا غادي نفتحوا شركه وغادي نفتحو مكتب رسمي طبعا شركه جروب ادكاش كتعتبر آه هي فرع فقط من الشركه الام اللي آه متواجده مسجلة قانونيا على المستوى غرفة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة ومقرها الرسمي موجود في مركز الأعمال أرماكول هذه البيلدينغ والبداية والبناية ديال أرماكول اللي موجود فيها المكتب الرئيسي لجلوبال أو الأم لجلوبال جولدن أكس بمنطقة تشانكايا في انقره طبعا العناوين ديال المكاتب ديالنا كلهم والبيانات والتراخيص متوفره في الموقع الالكتروني www. ادكاش دوت كوم ممكن انكم تدخلوا وغادي تعرفوا جميع المعلومات وارقام المكاتب والتراخيص بيان سور الان غادي نشوفوا واحد حاجة مهمه معناها شنو هي شنو هو المبدا ديال الشركه ديال الفكره الذكيه الفكره هي ان الكل مستفيد الشركات غادي تستافد الجمهور غادي يستافد والشركه الوسيط كلوبال ادكاش بيان مستفيده وبالتالي مادام ثلاثه الاطراف كيستافدوا من فكره وعمليه ديال البيع والشراء فكون متاكد بان غادي تكون الاستمراريه ديال الشركه اكثر من 99 سنه والاستمراريه ديال الاعمال وتطويرها ما بين الشركات وما بين الجمهور غادي نلاحظوا معايا هنايا بلا شركتنا كلوبال ادكاش طرحت جوج ديال التطبيقات اللي هضرنا عليهم من قبل ادكوين وادكاش، هاد جوج ديال التطبيقات هما اللي تينزلوا و وتيتريطيو البيانات، المشتركون اللي غادي يشريو هاد الاشتراكات ديال هاد التطبيقات باش ياجروا الهاتف ديالهم ويدخلوا معنا في تقاسم ارباح ضخم ونبنيو اعمال ديالنا كبيرة بزاف كيستافدوا من واحد المكافئات ومن واحد لي كادو، وهاد المكافئات ومن مقابل واحد الاشياء مهمة. اول حاجه تقديم البيانات كتعطي المعلومات ديالك وعندنا الترخيص في المغرب باننا آه، ناخذ بيانات الشركاء الخاصين بنا لاغراض اشهاريه وعندنا الترخيص وهذا هذا نادرا ما كيتعطى ولكن الحمد لله حنا عندنا الترخيص بذلك ومشاهده الاعلانات يعني غادي تشاهد الاعلانات وغادي تسوق الشركة ديالنا عندنا ثلاثه الحوايج كتقدم البيانات ديالك وبيان تشوف الاشارات ديالك وبيان كتسوق للشركه المردود اش غادي يوقع اوتوماتيكيا راه غادي يتم التسويق اكثر للشركه الناس غادي تسمع بالشركه بانها واحد لوبورتينيتي واحد فرصه حقيقيه وممكن نخلقوا منها الفلوس ونصنعوا منها الاعمال ديالنا والبناء ديالنا الشراكات بيان سور غادي تكبر الحمد لله راه كبرت عندنا تقريبا اكثر من 20 شهر او 21 شهر اللي المبيعات وصلت اكثر من 19000 مبيعه او اشتراك والمشاهدات بيان سور غادي تكثر كل ما الاشتراكات والتسويق غادي بيان سور المشاهدات غادي اه تكثر المعلنون الشركات المعلنه بيان سور غادي تستافد لان غادي توصل الاعلانات ديالها لاكبر عدد هو مجتمع تيكبر وهي تتكبر معاه فبالتالي غادي يكون عندها واحد القوه كبيره باش توصل الاعلانات ديالها لاكثر عدد من سكان العالم وكيكونوا بالاراده ديالهم يعني سيبلي يعني هذه تكون افضل طريقه فعلا للشركات اننا نعقدوا معها صفقات ونأخذها من شركة اخرى ولو منافسه ولو قويه ولو رائده لان فكرتنا اقوى وهذا هو اللي جوجل ادس مع لي نزلتهم مثل يوتيوب اللي خدا السوق المواقع خدا السوق بزاف ديال الشركات اللي بدات كتوضع الاشهارات وكتخلص فلوس صحيحه لهاد الابليكاسيون او ليزابليكاسيون اللي بدات كتطور في نفس المسار ومشى المسار ديال صناعه ديال الاشهار بمليارات ديال الدولارات، طبعا النتيجه اللي غادي تكون استقطاب اكثر للاعلانات، غنستقطبوا هاد الشركات هادو، وغادي تكون بيان ارباح كبيره للشركه ديالنا، واستمرار توزيع المكافئات بيان سور، اذا وين وين هذه الشركه وهذا هو المبدا ديال ديال الشركه ديالنا. غادي نرجعوا دابا هنايا غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي هي اساسيه، اللي هو المؤشرات القويه، هذه هاد الفكره هذه واش عندها شي اساس اقتصادي في الرؤيه المستقبليه للعالم أولا ما عندهاش غادي نجي نشوفوا بعض الصناعات واللي هي الشركه ديالنا استطاعت انها تدمج اربعه ديال الصناعات في نفس الوقت وهذه هي القوه علاش حنا غادي نكونوا منافسين قويين لهذه الشركات العملاقه لاننا حنايا دخلنا صناعات اخرى معنا كدعمنا واخا حنا فكره بسيطه فكره سهله وفكرة ممكن تكون في المتناول الكل وما نقدروش اننا ننافسوا أن بها هذا الكبار بوحدنا ولكن من لها واحد ثلاثة ديال الصناعات وحد اخرين بواحد الطريقة ذكية جدا كتعطيها واحد الباور كتعطيها واحد القوة ومن بعد خمس سنوات عشر سنوات فعلا غادي تكون منافس قوي وماشي غير منافس قوي غادي نكونوا حنا في الرياضة بإذن الله طبعاً، غادي تشوفوا معنا الصناعه الاولى وصناعه التطبيقات حنا عباره عن تطبيقات وهذه التطبيقات, التطبيقات راه فيها بزاف التطبيقات لان تطبيق الادكوين غادي يكون واحد العدد ديال التطبيقات اللي ما تشمل فقط تطبيق الادكوين والادكاش اللي غادي تعرفوا عليه اللي هو الاساسي باش انك تاجر الشاشه ديال الهاتف ديالك هو دعامه حقيقيه ولكن عندنا حتى تطبيقات اخرى اخرى غادي يكون واحد الماركت بليس سوق ديال البيع والشراء كذلك بحال فيسبوك اللي دايره كنموذج ناجح حتى احنا غادي نديروه باش اننا غادي غادي نسوقوا المنتجات ديالنا سواء جديده سواء مش جديده كذلك ندخلوا معنا التجار من العلاقات ديالنا علاش غادي يكبر هذا السوق بواحد الشكل كبير جدا بهذا الابليكاسيون لان غادي نكونوا كذلك في الرياده ديالها غادي نكونوا افضل من اي تجربه اخرى لا في الفيسبوك ولا في اللي هو في المجتمع كينمو كي وكيتطور بواحد الكثافه بواحد واحد واحد السرعه خصوصا في العلاقات حيت غادي نشوفوا عندنا الصناعه الثالثه اللي كندمجوها مع هذه الصناعات كلها هي صناعه التسويق عبر العلاقات غادي تكون التسويق عبر العلاقات ما حتى التجار من العلاقات ديالنا ندخلوهم لهاد السوق حتى الناس اللي تنعرفوهم باغيين يشريو ندخلوهم لهاد السوق بالتالي غادي يكون ماركت بليس وسوق كبير جدا كذلك غادي يكون تالي موبيلي غادي يكون فيها الشقق العقارات الاراضي كل هذه هاد الامور هذه كل حاجه حنا باغيين نبيعوها او نشريوها او نجيبهم من العلاقات ديالنا اللي تيبيعوا او اللي تيشريوا غندخلو في هذا السوق وغادي يكون تنموي، اذا تيكبر ما دام الشبكات كتكبر في العالم الا وهاد السوق بيان سور تيكبر في العالم. كذلك غادي يكونوا بزاف ديال ليزابليكاسيون اللي هما مفيدين ممكن غادي تلقاو عندنا شركات ديال التوصيل كومبليكاسيون اللي غادي تقدر تساعدك الى انت بغيتي دير معنا تبيع المنتجات ديالك كتاجر او شيء من هذا القبيل، بغيتي دير اي كوميرس تجيب منتجات وتبيعها في هاد الماركت بليس كيف ما كيديروا بزاف ديال الناس ويديروا شويه ديال الفلوس كذلك غادي يكون واحد السوق كبير وتفاعل اذا ابليكاسيون اللي غادي تكون كذلك اللي غادي دير او تعطينا شركات ديال التوزيع كذلك ممكن نديروا لي جيمز الالعاب اللي غتكون مفيده ممكن التغذيه ممكن الرياضه المهم جميع التطبيقات اللي ممكن تنفع المجتمع ديالنا واللي هي موجوده في اماكن اخرى قادرين اننا نديروها بالتالي واحد التطبيق اللي هو قوي بزاف وكيتطور اذا غادي ندخلوا في هذه الصناعه ديال البرمجيات قدر ما تتطور هذه البرمجيات والتطبيقات بقدر ما, ما حنا غادي نكبروا وغادي نتطوروا هذا السوق هذا كيضر كي عالميا وسنويا 431 مليار دولار يعني سوق ضخم ومليارات الدولارات مؤشر قوي جدا كذلك الاقتصاد التشاركي هو لالوكاسيون التاجير التاجير حنا غادي تشوفوا كيفاش حنا يستطعنا فعلا اننا ناجروا شاشه الهاتف ديال الاشخاص وناخذوا الملكيه الحصريه والفكريه كذلك اننا خالقين واحد المصفوفه عالميه اللي قادر حتى تخلق الم... الم... المضاربه تكون واحد النوع ديال المضاربه اللي نفس القصه اللي وقعت في الممتلكات ديالنا اللي هي العقارات او السيارات حتى هنايا في الشاشه ديال الهاتف ديالك حتى تقع عليها مضاربه ملي انت غادي تاجر ديك الشاشه ديال الهاتف بالتطبيقين التطبيقين ممكن انهم يرجعوا يتباعوا كل سنه تقدر ترجع تبيع داك التطبيقين لشخص جديد وتقدر يكون الرقم اللي شريتيه به او الاشتراك اللي دخلتي به راك يمكن لك تبيعوا ثلاثه الاضعاف او اربعه او خمسه او عشره وغتوقع دائما واحد المنافسه لان خلف كل اشتراك غادي تكتشفوا انه كاين ارباح قويه وكانه بوزيسيونمون لي وبزنس اللي تيخلق لك الفلوس بيان الصناعه الثالثه وهي صناعه التسويق عبر العلاقات وكتضخ اكثر من 688 مليار دولار طبعا التسويق عبر العلاقات هي الوسيله الوحيده اللي عندنا في التسويق وهي من اقوى الوسائل اللي غادي تدمج هاد ثلاثة ديال الصناعات أما التسويق عبر العلاقات وغادي يعطيونا الباور وغادي يعطيونا القوة، لأن هاد الصناعة قوية بزاف وكتنمو بواحد السرعة وممكن ديرو واحد البحث على الجوجل وغادي تعرفوا بأنها كل سنة عندها نمو. بغض النظر بيان سور أن واحد العدد ديال الشركات اللي هي قانونية واللي هي مستدامة واللي هي صادقة وعددها قليل ومعروف. ولكنها ضخ مليارات ديال الدولارات ناهيك على على شركات اخرى في هذه الصناعه اللي هي محتاله علاش هذه الشركات ديال الاحتيال في هذه الصناعه غادي تدخل سبب بسيط بهذه مليارات الدولارات اي سوق فيه بيع وشراء وفيه فلوس كثيره راه الاحتيال غادي يكون حتى في العقار كاينين منعشين عقاريين اللي كيوعدوا الناس بالشقق ديالهم تياخذوا لهم فلوس ديالهم وتهربوا وتيمشيو وتيحتالوا في جميع الاسواق الضخمه للمال والاعمال كاين شركات حقيقيه وشركات عندها المصداقيه وشركات ما عندهاش المصداقيه، وبالتالي حنايا بالنسبه للشركه ديالنا اللي فاهمه هذا الموضوع هذا وعارفه التطور ديالو بانها باغيه تعمل اقوى نتورك ماركتينغ واقوى صناعه نتورك ماركتينغ داخل جلوبال ادكاج لاننا اليوم ماشي هو التسويق عبر العلاقات او صناعه نتورك ماركتينغ هي الاساس وكان بيعوا بها واحد المنتج الا حنا الاساس ديالنا هو الدخول الى صناعه فاصلة 8.8 مليار دولار سنويا وهي الاعلانات غادي نمشي نشوفوا مثلا الميتافيرس اللي هي الفيسبوك اللي طورته فكنلقاو 116 مليار دولار كتدخل ليها سنويا عندنا جوجل بيان جوجل ادس كتدخل 283 مليار دولار التطبيقات التطبيقات والعائد ديال التطبيقات عالميا 616 مليار دولار باش تعرفوا بان هذه الارقام الضخمه وشوف الاحتقار اللي موجود عند فيسبوك وعند جوجل حنايا نريد نكون حنا ان شاء الله كذلك من الرياده ونتنافسوا في هذه المليارات ديال الدولارات في الخمس عشر سنوات القادم. بيان سور شحال من واحد دابا كيسمعني تيقول هذا الشيء لا ما يمكنش عادي لان عقلك صغير والمليارات الدولارات بعيده عليه ومغربي ولا شركه مغربيه ولا فكره مغربيه وعربيه صعيب تنافس شركات امريكيه عندها الرياضه. لا فيسبوك بدات اقل من اللي بدينا حنايا فيه. جوجل بدات اقل من اللي حنايا بدينا فيه. يعني الحمد لله بدينا بمؤشرات اقوى وبسوق معروفه وتجارب موجوده والحمد لله حتى الامكانيات الماديه قوه نتورك ماركتينغ موجوده الرقم اللي وصلنا له حنايا في عماين افضل من الفيسبوك اللي وصل ليه في عامين بعشره ديال المرات راس المال الان اللي طورناه بعشر مرات من الفيسبوك فبالتالي راه كتبقى غير افكار وكتبقى العمل وكتبقى الجديه وكتبقى الرؤيه المستقبليه حنا امام مؤشرات حقيقيه وتجارب الشركات بافكار نجحت مثل الفيسبوك ولا جوجل ولا غيرها ولا غيرها من التطبيقات اذا المتوقع في 2027 اننا غادي نوصلوا ال 100 ل مليار دولار سنويا اذا كاين واحد لوغمونطاسيون كاين واحد الارتفاع غادي يكون في الثلاث سنوات القادمه او الخمس سنوات القادمه وبالتالي حنا غنكونوا في هذا الارتفاع حنا كشركه وشركات وخدو حتى هما في العالم تيفكروا في كيفاش يدخلوا لهاد الصناعه ويطوروها كذلك هما كذلك غادي يستافدوا غادي يكونوا منافسين مع الكبار وغادي يستافدوا من هاد الارقام وغادي يعليو السوق، حنايا داخلين باش نعليو هذا السوق وناخذوا حنا الحصه ديالنا من صناعه الاشهار. دابا غادي نشوفوا شنو هي القيمه المضافه اللي دارتها جلوبال ادكاج بهاد الافكار كلها، غادي تشوفوا ان سابقا او حاليا كاينين الوسطاء الاعلانيين اللي هضرنا عليهم جوجل ادس وفيسبوك ادس وابل ادس وابلوفد اد هادو حصريين في العالم عندهم وسائل الاعلان ديالهم اللي هي التطبيقات حاليا مواقع الكترونيه والتطبيقات حنا غنهضروا على التطبيقات لان هو آه الطفره الجديده واللي هو المجال دابا حنايا اللي كنهضروا فيه كذلك عندهم صناع المحتوى هادو ثلاثه ديال الوسطاء هما اللي تيتخلصوا من عند الشركات ديال الاشاره وتيتم التوزيع ديال الارباح بيناتهم انت وانا ما تربحوا حتى شي حاجه هذه هي المعادله اللي موجوده الان انما حنايا غادي نعكسوها بالعكس كاين غير شركة ديالنا وانت وشركاء معا كشركاء حقيقيين للشركات المعلنه وبالتالي حنايا حنا كنبنيو الان وكنأسسوا واحد المجتمع رقمي من اجل الغاء صناع المحتوى والجمهور هو من يستفيد من بناء هذه المعامل هذه الاعمال وبالتالي غادي تكون هنالك قيمه مضافه ومعادله مغايره للمعادله اللي وصلنا لها وغادي نكونوا حنا الطفره الاولى باذن الله وهذا كراس لواحد جوج د الحوايج اللي هي صناعه تطبيقات غادي نطوروها كتساعد صناعة التشاركيه او صناعه الاشاره لوكاسيون كذلك قويه وكتساعد وكذلك صناعه نتورك ماركتينغ هذه ثلاثه الصناعات غادي يديروا لنا واحد لو كبير بزاف الحمد لله النتائج اليوم كتبان بالقوه ديال الصناعات باش غادي قوه في مجال الاشهار رؤيتنا المستقبليه حنا نرى راسنا من دابا واحد الخمس سنوات الى 10 سنوات علاش ديما كنقول خمسه وكنرجع نقول 10 اللي هي تحصيل حاصل الى خدمنا بالزوبجيكتيف اللي وضعها الشركه وكانت واحد الحركه وواحد القوه وواحد الانتشار قوي رحنا في خمس سنوات غادي نكونو الرقم واحد على المستوى العالمي من حيث صناعه نتورك ماركتينغ ومن حيث صناعه الاشهار والاعلانات ولكن الى ما كانش واحد النشاط قوي وواحد الانتشار قوي غادي نتسناو خمس سنوات اخرى اللي غادي نلقاو في هذاك الفرصه والدوره الاقتصاديه اللي غادي تعطي لنا 100% الانتشار القوي وبالتالي غادي نوصلوا للاهداف ديالنا وهكذا ترسم المشاريع كل دوره اقتصاديه خمس سنوات اما غادي نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا اما غادي نكونوا درنا واحد واحد الحركه واحد القوه او وصلنا ل 50% او 60% اللي غادي نرجعوا نكملوها في خمس سنوات الاخرى هذه هي الرؤيه ديالنا وكذلك نساعد اكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكيه اللي كيستخدم كي التليفون ديالو غنساعدوه حتى هو يحقق الامان المالي يدخل منه الفلوس و... ولما لا الحريه الماليه وهذا نفس الامر اللي واقع دابا صناع المحتوى من اليوتيوب او تيك توك او غيره كاين الناس كتحقق الامان المالي اللي كتدخل 5000 درهم في الشهر ولا 10000 ولا طالعه ما بين 5000 و 10000 درهم في الشهر ممكن منهم تيرجعوا يديروا الحريه الماليه او تيبقى في ذاك المستوى هذاك وكاين الناس اللي كدير فعلا الحريه الماليه اللي كتمشي حتى ل 10 مليون في الشهر و20 و30 و100 مليون في الشهر كاينين موجودين وكيحولوهم الى مليونيرات نفس الاستراتيجيه اللي دايره لي زابليكاسيون ديال جوجل ابس ولا غيرهم الوسطاء نفس الاستراتيجيه اللي غادي يديروا حتى حنايا ولكن بطريقه اقوى واذكى من الاهداف ديالنا هو المساهمه في انهاء الاحتكار لان انهاء الاحتكار بدا في 2019 مني فيسبوك بدات كتنافس جوجل ادز وخلقت حتى هي شركه خاصه بالوساطه الاعلانيه ومراها ابل ومراها ابلوفيد إحنا ان شاء الله كذلك غادي نكونوا باش ندخلوا في هذه الإزالة في منافسه وازاله هذا الاحتكار بيان من لوجيون من جوجل اس هو اللي كيحتكر الاعلانات بشكل كبير لا على المواقع ولا على التطبيقات هو رائد هو اللي خلق الفكره الله يسهل عليه ولكن حنايا عطانا فرصه باش كذلك ندخلوا في تنافسيه وسوق ضخمه تنمو وكذلك اكبر ونخليه من حق اكبر عدد ممكن من الاشخاص الاشخاص العاديين عبر العالم حتى هما يربحوا الفلوس ويدخلوا في هذه المنافسه وبابسط الموارد اللي هي الشاشه ديال الهاتف ديالك التليفون ديالك هذا هو الهدف ديالنا الاساسي كذلك صناعه رجال ونساء اعمال الكترونيين وايصالهم للمليونير المليونير ما دام هذه الابليكاسيون قدرت أن تصنع لي مليونير المحتوى حتى حنا قادرين اننا نصنعوا المشاهدين نصنعوهم ويتحولوا الى مليونيرات دابا غادي نهضروا على المنتجات ديالنا ولا ديجا حنا هضرنا عليهم اكثر من مره اللي هو الاد كوين كتنزل لابليكاسيون من في الاندرويد كتنزلها في التليفون ديالك وتيجيوك الاشهار بلي كليك تدير دي كليك كيجيوك اشهار وغادي نتعرفوا على التفاصيل ديالها كاين عندنا لابليكاسيون الثانيه ادكاش كاش ويب اللي هي عندها علاقه في الموقع ديالك كتفتحوا او ملي كتشري الاشتراك وكتعطيك باش انك تعطي البيانات ديالك والاستبيان ديالك وكدير لك توزيع الامثل ديال العمولات والارباح ديالك وخدمه تنظيم عمليه توزيع الهدايا كذلك الهدايا والمكافئات كتستفد منها اذا كذا ابليكاسيون اللي هي عندها علاقه بالمشاهده الاشهار وبحصد نقاط وارباح وكذلك عندك في الموقع ابليكاسيون اللي كتدخلك للموقع باش انك فعلا تكون من الاشخاص اللي غادي يستافدوا من الهدايا ويستافدوا من المكافآت وكتوزع الطريقة الأمثل لهذه العمولات غادي نرجعوا نهضروا على هذه ليزابليكاسيون بواحد التفصيل أول حاجة الاشتراك الأساسي أدكوي القيمة ديالو 25 أورو 300 درهم صلاحيته 60 يوم شهرين شهرين 300 درهم 25 أورو وكتستافد من مكافأة واحدة اللي غادي نشوفوها يعني عندك ربح واحد، طريقة ربح واحدة. عندنا الاشتراك الرئيسي والقيمة ديالو ديال 275 أورو اللي هي 2700 درهم. الصلاحية ديالو هي سنة أو هو التكميلة ديال 10 أشهر. يعني ممكن أنك تبدا بشهرين، وممكن أنك تبدا بسنة. إذن إذا بديتي بشهرين 25 أورو، وإذا بديتي سنوي 25 أورو زائد 225 أورو اللي هي 250 أورو. هذا هو الاشتراك. السنوي ديال التطبيقات ديالنا اللي غادي تخولك تدخل تاجر الهاتف ديالك وتدخل تحصد الارباح معنا عن طريق الصناعات الاربعه اللي شرحناهم من قبل بون هنا عندنا واحد النظام ديال توزيع ديال الباقات كاين اشخاص ما غاديش يشريو غير اشتراك واحد ممكن يشريو اشتراك وممكن يشريو أربعة ديال الاشتراكات يعني اشتراكين او ثلاثه او اربعه وكاين اللي ممكن يدخل بخمسه الاشتراكات ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه ولا تسعود وكاين اللي يدخل ب 10 ديال الاشتراكات حتى ل 14 اشتراك وكاين اللي باغي يدخل من 15 الاشتراك حتى ل 99 اشتراك كاين اللي باغي يدخل من 100 اشتراك وما فوق، حنا غنعرفوا علاش هذه الاشتراكات لانه هادو اشخاص اللي كيكونوا كي موزعين يعني كاين الشخص اللي كيدخل كي يكون موزع صغير وموزع بالجمله وانت كتكبر تشوف شحال ديال الباقات الاشتراكات اللي غادي تشري وكيفاش غتوزعهم وعندك الحق انك تعيد فيهم البيع. والتوزيع وخلق مضاربه وغادي لك بالثمن اكثر من اللي شريتهم من بعد واحد السنه او سنتين على حسب الاقتراض ديالك وممكن انك تعاود تبيعهم او او تحتفظ بهم عفوا تبيعهم وتستفد بالمضاربه وبالربح وممكن تحتفظ بهم لانهم فيهم ربح قيمه ربحيه وتستفد من الارباح وفي اي وقت بغيتي ترجع تبيع هذه الاشتراكات كيمكن لك ترجع تبيع الاشتراكات لانك ما غاديش تستفد ما كتشريش غير اشتراك فقط إنما كاتشري اشتراك وموقع في مصفوفة عالمية اللي غادي عليها من بعد في طرق الربح طبعا حنايا عندنا سبعة ديال الطرق ومصادر ديال الربح معنا عندنا جوج ديال الطرق اللي هو الدخل الناشط لاكتيف انكور الدخل الناشط يعني كتسوق الشركة تدير مبيعات تتربح لكن كان عندك الاد كوين لك انك كل اسبوع انك تبيع اد كوين في التسويق ديال هذا التطبيق 25 اورو يعني عندك الدخل ديال الربح ديال الادكوبي وغادي نفصلوها من بعد عندك كذلك الى غادي الناس غادي تشري الاشتراك السنوي ادكاش ب 250 اورو راك غادي تربح معاهم عمولات في الليفل بونيوس يعني العمولات ديال المستويات وغادي نطرقوا لهم يعني الشخص اللي غادي يشتغل معنا يشوف الاشهارات ويعطي البيانات زائد غادي يكون مسوق للشركه الاشخاص اللي غادي يشوفوا الاعلانات ويعطيو البيانات وما بغاوش يسوقوا اما ما عندهمش الوقت اما ما كيتيقوش في هذه الصناعه هذه واما ما عندهمش الرغبه في التسويق ما عندهمش المهارات ما عندوش الانرجي باش يسوق واش ما يكونش معانا بيان يعني سور يكون في المجتمع لان الهدف من هذا المجتمع ماشي هو التسويق عبر العلاقات او تسويق منتجاتنا الهدف هو المشاهدات والدخول الى صناعه الإشراف اذا كان عطى البيانات ومشاهد فهو معانا في الصناعه ومعانا في هذا الهدف ديال هذا البزنس هذا اذا كيفاش ما غاديش يربح؟ بيان يعني سور غادي يربح خدينا واحد النسبة ديال الأرباح من المبيعات ديالنا اللي كيقدموها المسوقين لنا، أو ونوزعوها على جميع الأشخاص اللي كيشتريو الاشتراكات، باش نخلقوا الوفاء بيننا، علاش؟ لأن جميع الشركات اللي كتشتغل في بيع الاشتراكات، مثل مثلا غادي نقولوا اتصالات المغرب، كتبيع اشتراكات، إما شهرية، إما سنوية. هذه الشركات كدير نقاط الوفاء خصها تخلق الوفاء بينها وبين الزبائن ديالها او بين الشركاء ديالها ضروري تخلق الوفاء بيناتهم لان كاين منافسين اخرين بكل بساطه حتى إحنا باش نخلقوا هذا الوفاء بيننا وبين هاد الناس كنعطيهم مكافآت بدون اي مجهود فقط انه اعطى الهاتف ديالو او شاشه الهاتف ديالو شراء الاشتراك كيقدم البيانات كيدير المشاهدات عنده جزء من الارباح ديال الشركه كتخليه في ربعه ديال الطرق ديال الربح وعلاش اهتمينا به بشكل كبير بزاف لان حنا ماشي نتورك ماركت ماشي تسويق عبر العلاقات عندنا منتج نبيعه لا حنايا طفره جديده وفكره جديده اللي هي باغيين نخليو الجمهور هو اللي تيستافد من صناعه الإشرار، هذا هو الهدف شري الاشتراك وراك غادي كانك اشتريت سهم من الاسهم الشركه وكتدخل في واحد النصيب ديال الارباح اللي كيتم التوزيع ديال هذه العمولات بطريقه عادله كذلك عندنا الهدايا والجوائز اللي غادي ترجعوا عليها من الاشخاص اللي استدعوكم وهي هدايا وجوائز قويه جدا وممكن تطوروا بها التسويق بشكل كبير الان غادي نهضروا بالتفصيل على تطبيق الادكوين او الاشتراك لتطبيق الادكوين هذا الاشتراك منين كتشريه ب 25 اورو اول حاجه كدير 20 مشاهده هاد ال20 مشاهده اللي تديرها تتشاهد 20 اشهار يوميا وكتجمع 20 كوينز اللي هي عمله افتراضيه ديال الشركه ومن بعد اسبوع كتجمع واحد 140 كوينز عن طريق 140 مشاهده هذا تحصيل حاصل كل يوم 20 مشاهده كل يوم 20 كوين في سبعه 140 كوينز مزيان حتى لدابا مزيان جمعنا هاد 140 كوين حنا كنقدروا اننا نحولوها لواحد لو كود او فوتشر او قسيمة شراء هاد العمليه ديال نحولوها المشاهدات ونحولوها تسمى التعديل اي باش نخلقوا داك الفوتشر وداك لو كود عن طريق المشاهدات هاد العمليه كتسمى التعديل بيان هو ماشي التعديل ديال العمله ولكن هو تعديل ديال العمله افتراضيه دي بسيطه بالنسبه لينا حنايا اللي تنحولوها القيمة شرائية داخل الشركة اش كتشري لنا هاد هاد التعديل لمده اسبوع كيرجع القيمه ديال لو كود 25 اورو اللي هي القيمه ديال الاد لمده شهرين وبالتالي انا الا شريت الاد ودرت المشاهدات لمده اسبوع شريت مشاهده كل يوم وعدنت في الموقع ديالي عدنت ذاك المشاهدات وذاك الكوينزات لواحد لو كود كيمكن لي نبيعو لواحد من العلاقات ديالي من بعد ما كنسوق له الفكره وتيقول لي انا بغيت نكون في هذا المجتمع ونستافد حتى انا من هذه التطبيقات ومن الاشتراكات ونستافد من هذه الصناعه والارباح ديالها بيان سور منين تيشري هو من عندك داك لو كود انت اللي تتبيع له 25 اورو كترجع لك انت ليك ما عندهاش علاقه بالشركه وبالتالي هذه كذلك فكره ذكيه لتوزيع الارباح والعمولات كنخليو الشخص شريك معنا وخلقنا فلسفه جديده اللي هي ماشي نتورك حنا ماشي نتورك ولكن حنا بزنس بارتنر نتورك هي واحد الصناعه متواجدة ضمن ثلاثة ديال الصناعات أخرى من دمجة مع بعض منها ولكن حنايا بزنس بارتنر شريك المشروع عندنا فكرة عندنا مشروع ضخم عالمي وتنشاركوا معنا الناس تاتجي تتقدم التليفون ديالك الشاشة التليفون ديالك تتشري. الاشتراكات للتطبيقات وتدير المشاهدات وتتسوق انت من حقك انك تدخل في ارباح الشركه بشكل كبير وتدخل حتى انت تحس براسك بانك انت هو من الشركه حقوق التطبيق اكوي مده شهرين لصالح الشركاء عندك هو مول الشركه في فتره شهرين وهذا كيخلي كي لك ان كل اسبوع تاخذ 25 اورو نقدا بلغه البيزنس انا الا استثمرت 25 اورو في واحد المشروع ومن بعد اسبوع رجعت لي 25 اورو هي الراس المال ديالي رجع هذا كيعني كي انني درت احسن بزنس في الحياه ديالي والبلوند بيزنس ديالي ناجح 100% بقدر ما عندي راس المال كبير بقدر الفتره الزمنيه باش يرجع لي الراس ديال المال ديالي كيرجع كي كبير ولو ريسك تيرجع كبير اذا تجربه زوينه وحقيقيه ان الرأس المال ديالي يرجع لي خلال اسبوع وهذا ما كينتهيش هنا انني كل اسبوع عندي بينيفيس 25 اورو بالتالي خلال شهرين عندي 25 مضروبه في 8 ديال المرات اذا 700 مره راس المال ديالي في تجربه البزنس ود المشروع ناجحه 100%، لوطو دريسك صفر، وانت بنيتي فريق عمل من 8 ديال الاشخاص فقط، بهذه العمليه البسيطه، اذا هنا بديتي كتعلم معنا كيفاش تخلق الفلوس، كيفاش راس المال ديالك يرجع لك في اقرب وقت، كيفاش تخلق فريق عمل باش يمكن لك انك تطوره، منين غادي تبغي تطوره، بيان سور، كتكون معنا شريتي الاشتراك السنوي. اللي هو ب 225 اورو حتى هما تيشريو الاشتراكات اشتراكات هنايا كتعطى لك واحد نسبه ديال الارباح قويه كتوزع على واحد تسعه ديال المستويات تسعود المستويات فكنديروا مثلا احتمال على انك انت هنايا وانك استطعتي تدخل معك سبعه ديال الاشخاص او ثمانيه ديال الاشخاص من العلاقات ديالك اللي شراو الاد كوين والاد كاش 250 اورو على كل واحد فيهم كتربح 10 ديال البيزنس كوين اللي هي عملة افتراضية ديال الشركة واللي كيمكن لك تحولها إلى أورويات يعني حنا غنشرحو لكم أو الشريك ديالكم غيشرح لكم كيفاش كتحول إلى فلوس حقيقية إلى أورو بالتالي هنايا غادي تلاحظ أن عندك سبعين أورو أو 70 بيزنس كوين لانك جبتي سبعه ديال الاشخاص ما كتسالاش القصه هنا مثلا هذا الشخص هذا استطاع حتى هو يبني فريق ديالو ويدير اربعه ديال المبيعات هذا الشخص دار مبيعتين هذا الشخص دار مبيعه هذا الشخص دار ثلاثه المبيعات هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص ثلاثه ما داروش مبيعات لان هاد الناس هادو ما عندهمش مع التسويق هادو واحد الناس غادي نشوفوا المكان ديالهم علاش متواجدين معنا وعلاش دخلوا معنا وما تيديروش التسويق شنو هي الارباح اللي غادي يستافدوا بها اذا هنا انت كتبني الاعمال ديالك مع واحد الاشخاص اللي باغيين يسوقوا وفي البوج وغيتكون لك اوتوماتيكيا واحد العدد ديال الاشخاص في المستوى الثاني اللي غادي تاخذ عليهم خمسه ديال بيزنس كوين هي خمسه ديال الاورو طبعا هنايا عندك 10 ديال الاورو اللي او البيزنس كوين اللي غادي تكون لك في الجيل الثالث مع المسوقين ديال الشبكه ديالك والمستويات ديالك غتبقى تطور حتى التسعود ديال المستويات اللي غادي تاخذ عليهم خمسه ديال الاورو دابا غادي نجي ندير واحد دراسه جدوى او نظره مستقبليه احتماليه انا دخلت لهذا البيزنس بديت كندرب وكنخدم وكنشتغل باش انني نسوق للشركه باش يدخلوا معايا واحد العدد نديروا هنا احتمال ديال اربعه ديال الاشخاص المده الزمنيه ما تنعرفوهاش ممكن تكون شهر شهرين ثلاث شهور على حسب كل شخص والظروف ديالو والخبره ديالو يعني كاين الناس عندهم خبره في صناعه نيتورك ماركتينغ قادرين انهم يديروا مبيعات كثيره في وقت واجيز كاينين الناس اللي ما عندهمش الخبره ما غاديش يقدروا على هذه المساله وبالتالي الوقت تيبقى مرتبط بالاشخاص والخبره ديالهم والعلاقة ديالهم والاراده ديالهم وبزاف ديال الحوايج اللي هي كتميز واحد على واحد انما اربعه ديال الباقات باش تدخل المجتمع اللي غادي يوصلك الى صناعه المليونيرات فهو بسيط ساهل ما يحتاج من مجهود كبير الا لو وصلتي الفكره بطريقه سهله نديروا هنا احتمال على انك ستعطي تدخل ديال الناس في ثلاث شهور مثلا شهور وهذوك الربعة ديال الناس غادي تستعبد عليهم بيان سو 10 ديال الاورو هي 40 اورو بيان سور غادي تكون لك واحد المستوى ثاني اوتوماتيك حتى هما غادي يكونوا نشيطين اللي غادي يخرج لك واحد 16 الواحد لو مينيموم غتكون عندك ثمانين اورو المستوى الثالث 640 اورو المستوى الرابع ألف و200 اورو المستوى الخامس اكثر من 5000 اورو المستوى السادس اكثر من 20000 اورو المستوى السابع اكثر من 80000 اورو المستوى الثامن اكثر من 300000 اورو والمستوى 300 التاسع اكثر من مليون و300 اورو وهنا قدرنا نصنعوا دي مليونير يقول المجموع ديال الارباح ديالك بهذه الطريقه مليون و700000 اورو او اكثر او قل هاد أكثر وقل مرتبطه بالاشخاص والظروف ديالها وبزاف ديال الحوايج اذا حنا الا درنا احتمالات هذه غير دراسه الجدول والاحتمالات وانت ضع دراسه الجدول الاحتمال اللي بغيتي حتى الا كانت 10% حنا راه عندك واحد 200000 دولار ممكن تكون من سنتين لخمس سنوات اذا انت في واحد المجتمع اللي كيمكن لك تاسس الامان المالي ديالك ويمكن لشي ناس ياسسوا الحريه ديالهم بالثراء ويتحولوا الى مليونيرات هذا الشيء اللي وقع بالنسبه لصناع المحتوى في الاول الناس ما كانش كتيق ولكن بداو كيكشفوا على الحسابات والارباح ديال الاشخاص حتى حنا اليوم يمكننا نكشفوا على حسابات والارباح ديال الاشخاص ديالنا ما تعرفوش شحال المده الزمنيه وشحال كيربحوا ديال الفلوس معنا وبالتالي من واحد السنتين خمس سنوات شحال غادي يربحوا ديال الفلوس اوتوماتيكيا بغيتو ما تيقوش وتسناو حتى هذوك الناس من بعد واحد السنتين الى خمس سنوات ويرجعوا دي مليونير ما كاين مشكل كاين عندنا مكافئات ديال الدخل السلبي انا ما تنديرش المجهود داك الاشخاص اللي ما سوقوش يعني غادي يربحوا معنا لا حنا فكرنا فيهم باش ما يوقعش واحد الغبن انا ممكن طموح وممكن جيت بغيت ندخل هذا المجتمع وتا نسوق تا نربح سوقت العلاقات ديالي ما عنديش ما كنقدرش ندير علاقات قويه انا منعزل واخا انا عندي علاقات وتا مع الناس هذوك الناس فريمون اكتشفت ما عنديش علاقات معاهم جيده كانوا كنت غير كنكذب على راسي بانني عندي صحابي وعندي ناس كيبغيوني وما كيبغيونيش حتى واحد ما كيبغيني او ممكن الناس عندها نظره نظره خايبه على النيتورك ماركتينغ والتسويق والعلاقات وانا جبت لهم واحد الصناعه وجبت لهم واحد البزنس داخل الصناعه اللي الناس كتدبر منها اما خسرت فيها الفلوس او عندها واحد القصص ديال واحد الناس اللي خسرت فلوس في هذه الصناعه هذه اوكي الاحتيال كاين ناس خسرت فلوس في هذه الصناعه وبالتالي انا ما عنديش حتى العلاقات باش ما يكونش هنايا غبن انت غادي تربح معانا طريقة باسيف بدون اي مجهود او بدون حتى الا درتي مجهود وما عطيتيش نتيجه ما يوقع لك شي شركة الشركه كتقاسم معاك واحد المصفوفه عالميه هذه المصفوفه كتكون من ثلاثه ديال الاشخاص او ثلاثه المواقع على المستوى الاول 12 المستوى وبالتالي غادي تعطيك 1.5 خمسة اورو على كل شخص كينزل تحتك وهذه المصفوفه مدعمه فورسي اللي هي بالضبط غيكون فيها 797160 موقع واللي غادي يعطيك ارباح بالضبط مضبوطه مليون و100 وميا... مليون و195 الف و740 اورو اذا ما عليك الا تاخذ اشتراك وغادي تبقى الارباح غادي تصعد بيان سور هاد الارباح ماشي سريعه هاد الارباح تاخذ لك وقت هاد الرقم هذا يمكن توصل له دابا 15 عام من دابا 20 عام من دابا 25 عام من دابا 30 عام على حساب مبيعات الشركه او قوه مبيعات الشركه مع مرور الوقت انما في كل الاحوال هو بزنس ناجح اذا قدرت انا خلال 15 عام ولا 20 عام انني 250 اورو نحقق بها هذا الرقم ونتحول الى بليونير فهو احسن فرصه خديتها إذا كنت واعي بالفرص فرص اللي غادي تجي مع مرور الوقت شحال من واحد شرا واحد الارض في واحد البلاصه رخيصه ومن بعد واحد 15 20 عام دوبلات الفلوس ديالها 10 15 20 مره هاد القصص كنسمعوها دائما ناس خذات الفرص وناس ما كانش كتاخذ الفرصه علاش انا غادي نشري فداك البلاصه بعيده علاش انا غنتسنى 15 هو كيشوف غير حدا ما تيشوفش المستقبل وهذا نفس الامر غيوقع هنايا هذيك اصول ماديه وقعت اليوم هذه اصول رقميه افتراضيه مثلا غادي نمشيو للبيتكوين بيتكوين بدا في صفر في صفر صفر واحد ووقف في 2008 اليوم وصل 67 الف اورو للكوينز الكوينز كوين واحد بالنسبه للبز بيتكوين تصوروا انه دار 670 الف الف ضعف وسبعين الف ضعف حنا بالنسبه لنا خلقنا هذه الاصول الرقميه قوه المضاعفه والمصفوفه العالميه اللي غتعطيك 5000 ضعف هذا الربح الاول هو ربح للمدى البعيد وغادي تشوفوا ها المصفوفه بالضبط انك انت غادي تفتحوا لك ثلاثه المواقع تحت منك في الجيل الاول و تسعود ديال المواقع في الجيل الثاني وغادي تجي بهذه الطريقه هذا هو المجموع الارباح دي ديالك اللي غادي تكون خلال واحد الفتره زمنيه اللي هي طويله الامد انما عندنا مكافئات اخرى مكافئات المزرعه لمده كل ثلاث شهور هذه اللي كتساهم باش في السنه الاولى والسنه الثانيه وما يكونش عندك بطء في صعود الارباح فهادو واحد النوع ديال الارباح اللي غادي يساهموا ان كل ثلاث شهور كتضعف لك الرقم ديال الارباح اللي كتلقاها عندك في المصفوفه، وبالتالي في السنه الاولى والسنه الثانيه غادي تعطيك واحد الارباح كذلك هنا مكافاه المصفوفه الذهبيه اللي هي خلينا 50 اورو على ثلاثه المستويات الاخيره، وبالتالي كتساعدك في السنه الاولى خصوصا الناس الجدد في اي وقت دخلتي اي وقت دخلتي الا ومن سنه لسنتين الا وكتلقى واحد المصادفه مع ثلاثه المستويات الاولى ديالك بهاد المكافأة اللي هي 50 اورو كتوزع بهذه الطريقة 20 10 20 اورو على ثلاثة المستويات مثلا وكتسرع في ثلاثة المستويات يصعدوا ما بين سنة سنتين على حسب الانتشار وقوة التسويق وغادي تعطيك 690 اورو هذا كيعني أن رأس المال ديالك 250 اورو غادي يتضاعف لك ثلاثة د المرات خلال سنتين هنايا الناس بداو تيفكروا في الاستثمار الى انا غيضاع لي راس المال ديالي في سنتين ثلاثه د المرات سنتين ماشي ماشي بزاف ماشي بحال 15 و20 و25 سنه وبالتالي هنايا بدينا كنجذبوا الناس انه ممكن انا نستثمر 5000 اورو غترجع لي ب 15000 اورو وهذا غير في سنتين اما هي دائما غتبقى تزاد والنسبه ديالها غترجع عاليه بزاف انما المده الزمنيه قصيره عامين حتى سنين ماشي شي حاجه كبيره واي بزنس في العالم استثماري كنستثمر الفلوس ديالي بدون اي جهد فانا باش يرجع لي راس المال ديالي وبواحد الفرصه حقيقيه راه من خمس سنوات ل 10 سنوات خمس سنوات يقدر الرأس المال ديالي يتضاعف او 10 سنوات وكل ما كانت المده الزمنيه عاليه كل ما لو ريسك تيقل نقدر نشري انا اسهم في اي شركه بعد خمس سنوات يلا تعطيني راس المال ديالي مضاعف و... 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 واني خرجت بلو ريسك وممكن شركات اللي الاسهم ديالي اللي نحتاج 10 سنوات باش راس المال ديالي يتضاعف وبيان سور وقانونيه وبيان سور ومضمونه وفيها حتى ضمانات فيها جميع الضمانات وكاين واحد شويه ديال الريسك لان ديك الشركه يمكن كان طلعت في 10 سنوات مزيان انا شريت السهم في الخمس سنوات اللي انا شريتها ممكن ما تعطينيش ضعف راس المال ديالي دي الله في الخمس سنوات تعطيني نفس راس المال او اقل من راس المال وهنا عندي اختيار واش نبيع والفلوس نردها ونديرها في شي بلاصه اخرى او شي حاجه من القبيل ولكن حنايا بهذه الطريقه خلقنا ان الضعف 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 راس مالك ثلاثه المرات ثلاثه المرات في سنتين من سنه لسنتين سون ريسك كاينش لو ريسك علاش ما كاينش ريسك اللي مبنية على البيع والشراء بقدر من ما المبيعات كنبيعوها بقدر ما الاشتراكات كتباع بقدر ما المواقع كتصعد فيهم الاموال وانت تجمع الاموال ديالك وتتربح بالتالي هنايا الناس بدات كتقرر انها تشري اكثر من باقه 10 الباقات 15 50 باقه 100 باقه 1000 باقه كاين شركاء معنا اللي شراو 1000 باقه استثمارات ضخمه استثمارات اصول رقميه لانهم عندهم واحد لا فيزيون وفاهمين اش كيوقع في البيتكوين في المضاربه في هذا الاستثمار في الرؤوس الماليه، وحنا خلقنا راس مالي قوي جدا وامن ومبني على سوق بيع وشراء وواضح جدا. وهنايا كاين عندنا مكافئات ديال الاشتراك السنوي، كل سنه كيتم الاشتراك يعني الارباح اللي ربحتيها السنه غادي تربحها السنه اللي من موراها، والسنه اللي من موراها الربح غادي يتضاعف لان كاين الكوميون كاين وهذاك التراكم اللي غيوقع لك كل سنه غادي ترجع تربح نفس الربح مثلا هذه السنه اللي ربحتي 10 ديال المليون السنه اللي من موراها غادي تربح 10 المليون زائد الارباح اللي تراكمت عليك السنه الثانيه اذا كانت المجموع ديالها مثلا 40 مليون ولا 50 مليون السنه الثالثه راك اوتوماتيكيا تربح 50 مليون زائد الارباح اللي تراكمت عليك ذاك السنه وهي ماشيه، إذا هذا ربح قوي بزاف للقادة والناس اللي كيطوروا الفريق واللي الاستدامة واللي عندهم الوفاء غير يتخلق الوفاء في الشركة وغادي يقرروا بأن هذه الشركة اللي غادي يبنيوا فيها الأعمال ديالهم، فكل سنة هاد المكافأة كتخليهم يقرروا يعيشوا معنا، لأن الجهد ديالهم اللي تيتندال ما تيمشيش هباءً كيبقى كي يتكرر كل سنة، إذا هو غي خدمة ديال العام كيمكن تبقى تعطيك المردود ديالها بشكل كبير. تسويق شجاري قوي قلنا تسويق شجري انه كنبني الشجره ديالي والمصفوفه ديالي والفريق ديالي وكل عام عندي الاكل ديالها بحال الفلاح الشجري كل عام كيجني الشجره ديالو وتيربح وعندو اضافات اخرى قدر ما خلق شجر في داخلي بقدر ما المساحه ديالو كتكبر من الشجر وبقدر ما الغله ديالو كتعطيه اكل لا القدام الشجر القدام ولا شجر الجداد وهذه هي الفكره اللي غادي تكون مع جلوبال آدكاش بهذه الطريقه توزيع الارباح وبهذه القوه توزيع الارباح ناهيك على اننا حاليا كنوزعوا 86.5% من باقه الآدكاش كاش والاد اللي هي القيمه ديالها 250 كتظل الشركه 30 اورو فقط 200 و وخمسة uh, عفوا مية uh, وخمسة أورو كلها كتوزع كأرباح و 56.5% في هي أرباح كتوزع بالتالي من أصحاب الشركة هم الشركاء ديالنا هم أصحاب الشركة بلغة البيزنس ولغة قانون البيزنس لأن اللي يملك اكبر نسبه ارباح هو الذي يملك الشركه وبالتالي نحن بزنس بارتنر ونحن لسنا شركه نتورك ماركتينغ بل نتورك ماركتينغ ضمني فقط كما شرحنا لكم من قبل وهنالك اخر شيء الهدايا الهدايا بغيتكم تعرفوا عليها على الناس اللي سدعوكم باش يشرحوا لكم الهدايا الاسبوعيه اللي كاينه الهدايا ديال الجمعه الذهبي الهدايا ديال الباقة الجولد وكثير من الهدايا اللي موجوده ومشجعه لبناء الفريق قويه مستحيل تلقاوها في شي شركات نتورك ماركتينغ في السوق التنافسي بيننا وبينهم كيف ما كانت شركة احتيالية أو شركة قانونية فنحن في الريادة من حيث قوة الأرباح والهدايا إلى هنا كاين السحب باليو دي المحفظة الإلكترونية للأشخاص اللي ما متواجداش الشركات ديالنا بشكل قانوني وكاين السحب البنكي للدول اللي موجود فيها المكاتب والشركات ديالنا والحسابات البنكيه الى هنا غادي نكون ساليت العرض الفكره ديالي بالتفصيل الممل لكم كل شيء قلناه ومفصل بطريقه ممله جدا باش تعرفوا ما لكم وما عليكم في هذا في هذا البزنس وهذه الشركه علاش إنها في الاول وفي الاخير فكره بسيطه جدا والطريقه ديال توزيع الارباح بسيطه كل شيء بسيط فما كنحتاجوش واحد الوقت كبير باش غادي نهضروا على المشروع لانه بسيط والبساطه هي اهم شيء وانت كدير واحد الاعمال اللي حنا في ذاك الاعمال اللي هي مشاهده الاشارات بالشاشه الهاتف ديالك في المواقع اللي انت كتقلب عليهم ولكن اليوم لا حنا غنعطيوك هذا التطبيق انت غتشوف هذه الاشارات وغادي تكون عندك مردود وارباح وهذه لاول مره غادي يكون اهم شيء مهم في في البزنس هو بزنس احلام لانني واحد العمل كنقوم بها اليوم غير غيرت النمط ديال التفكير ديالي انضميت لهذا دي المجتمع وغادي نبقى نحصد الارباح شكرا لكم وغادي نخليو الكلمه مع آآ آآ كوتش ملك بتشكرك كتير ماستر أمين على هيدا المشروع وعلى التقديم تبع حضرتك كل يوم معنا عم تدعمنا ترسم لنا طريق ومسار آمن لنحقق كلنا المليون دولار مع هيدا الشركة نحن عن جد مدينين لك بكل نجاحاتنا وبكل النتائج اللي عم نحققها شركائنا المغاربة اللي استفادوا فعلا من الشركة والمشروع رح معانا معنا أسسهم وتجاربهم المميزة بمشروعنا أول تجربة رح نسمعها رح تكون مع قائدة كتير مميزة واسمها لامع بفريق المغرب وبالشركة كلها كانت من أوائل الأشخاص اللي آمنوا بمشروعنا بتشتغل بهدوء وبخطة ثابتة وهي اليوم قائدة واحدة من أقوى الفرق بالشركة وهي كمان المدير التجاري للشركة بالمغرب نستقبل سوا مع بعض القائدة الهام دادا من المغرب تفضلي السلام عليكم شكرا جزيلا أختي ملك اهلا بكل الحضور الكريم اواشركم مبروكه ورمضان سعيد معكم الهام داتا من الدار البيضاء انا مسوقه والمدير التجاري لشركه جلوبال ادكاش مغرب سعيده وفخوره انني تنتواصل معكم في اول ايفنت عالمي بالدارجه المغربيه بحضور الماستر امين الحفيظي المؤسس والمدير التنفيذي لاقوى بزنس رقمي عالمي باش نقدم لكم شهاده عن تجربتي مع بزنس الاحلام هذه لتجربة كان عيشها كل كل تفاصيلها تجربة قوية ولله الحمد خلاتني نوصل لأرباح كثيرة بدايتي مع جلوبال آد كانت من الوقت اللي بدأت فيه جلوبال آد كفكرة تبناتها الشركة الأم جلوبال جولدن أكس وطورتها خلال سنتين من العمل تقريبا والاجتهاد والعمل المتواصل والنتائج المشرفة بدايتي كانت بسيطة مع فريقي الروكيت اللي من بين أهدافه هو تطوير الشركاء المغاربة وبالخصوص الشركاء من كل الدول العربية والأوروبية معتمدين على مشاركة نفس الأهداف نفس الرؤية ونفس تطبيق التدريب بشكل يومي ومتواصل الحمد لله اليوم فريقي كيتعتبر من أقوى الفرق وأرباحي كتزيد كل يوم خصوصا أننا كنتحتضنوا معنا أكبر المستثمرين واكبر عدد من القاده والمو... والمدراء اللي كنحب نوجه لهم التحيه والشكر والتقدير وتنقول لهم بشكل مباشر وصل الوقت باش ناكدوا على ان هذا الفريق بقياده المباشره ديال امين الحفيدي هو فرصه حقيقيه لكل واحد منا سواء شريك معنا في الفريق او تحضر معنا لهذا العرض المتميز باش نحقق حلمنا المشترك ودخول نادي المليونير حلم تنخدموا عليه كل يوم اسبوعيا كنربحوا في الجوائز والمسابقات لله الحمد وكنشكر كل شركائي وخصوصا اللي حاضرين الليله كنهنيهم ونقول لكم انا فرحانه بكم فرحانه بكل شريك معايا بدا ولو باشتراك لمده شهرين وانتقل اشتراك سنوي فرحانه بكل شريك بدا معايا باقه الموزع وانتقل الى باقه الموزع الذهبي وفرحتي كبيره وكبيره بزاف بكل شركائي الموزعين الذهبيين اللي خداو القرار باذن الله خلال الاسابيع المقبله على انهم يتحولوا لشركاء وموزعين ماسيين باذن الله مفاجأة فريقنا مازال مستمره وكان هني كل شريك طموح كيبحث كي على انه يوصل للقب تيم ديفلوبر او توب ليدر كنقول لكم جميعا أن باب المنافسة مفتوح للجميع بيزنس تجمع كل الامتيازات الرؤية الكبيرة والملاذ الأخير لكل من المسوقين والشركاء المبتدئين كذلك كلمة وتحية خاصة للشركاء المسوقين المحترفين كنقول لكم كل ما كنت كتبحثوا عليه في باقي الشركات الأخرى هو موجود وكنخدموا به يوميا في جلوبال أدكاش كندعوكم على انكم تخدموا معنا بقوه ثقوا في انفسكم وثقوا فينا إحنا الملاذ الاخير لهذه الصناعات القويه كذلك كلمتي لكل المستثمرين وكل الاذكياء اللي كيبحثوا على التميز والنجاح ودخول نادي المليونير في بزنس جلوبال أدكاش كاش الحنكه الخبره وقوة العمل والاستمرار عندي لكم جزء الأسرار قوية جدا السر الأول هو أن السعي إلى تحقيق الهدف ما تكونش دائما بنتائج سريعة وإنما هذه النتائج كتجيب الصبر وقوة العمل باحترافية السر الثاني والقاعدة الثانية أنه كل ما كانت التحديات كبيرة كل ما كانت الرحلة ممتعة وقوية كل يوم في جلوبال ادكاش شوف فريقي عندنا تحدي والنهار اللي ما كيكونش عندنا فيه تحدي كنلقاو ليه حل كنكون متاكده بان هذاك النهار وهذاك الاسبوع ما غادي تكونش عندنا نتائج في جلوبال آد ادكاش يلا قلنا بسم الله غادي مازال نشوفوا انتشار اقوى لان منتجاتنا خطه عملنا نظام ارباحنا هما الاقوى والانسب لاي انسان طموح حاضر معنا في هذه الليله فهو محدود لان الالاف مازال من الناس كيخدموا من اجل تحقيق ثراء بالنسبه للناس الاخرين او مازال هما اصحاب قنوات كيقبلوا بالقليل وبالفتات مقابل اشياء الكثير منا ما تيقبلهاش إحنا كل واحد فينا في جلوبال كاش كيخدم في البيزنس ديالو كيخدم على ارباحه كيخدم على راسه ارباحه مضمونه وأولا بالمجهود الشخصي ديالو وبمجهودنا كاملين كلمتي الأخيرة وغتبقى دائما وأولا للماستر أمين الحافظي اللي كنوجه لي كل الشكر وكل الحب وكل الامتنان لأنه اليوم أكد على أنه الشخص المناسب اللي تميز بالعطاء ديالو وأكيد كيزيد يعطينا دائما لأنه اليوم قدم عرض الفكرة باللغة الدارجة المغربية اللي هو أول واجباتي سواء اتجاه فريقي ولا اتجاه شركائي المستقبليين فشكرا لك ماستر امين لانك مازال كتدعمني شخصيا وتدعم كل فريقي وكل الشركاء المغاربه فتحيه لكم كاملين وليلتكم سعيده ما شاء الله عليك يا قائدة الهام بتشكرك كثير على مشاركتك لتجربتك معنا وناطرينك بنجاحات اكبر واكثر بعد تاني قصة رح نسمعها لسيدة كتير طموحة كتير جدية بشغلة ناجحة بحياتها وبمجال عملها اختارت شركتنا لحتى تكمل فيها مسيرة النجاح وما شاء الله عليها عم بتحقق معنا نتائج كتير حلوة أخذت لها بالسيدة الحديدية برونز بشركتنا خلونا نسمع قصتها المميزة منستقبل سوا مع بعض ابنة المغرب القائدة محروبة التطواني تفضلي شكرا لك عزيزتي ملاك على تقديمك المتميز السلام عليكم الله يسعد مساكم المغاربة في كل مكان المغرب وخارج المغرب اش اخباركم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير رمضان كريم وايام مباركة متمنياتي للجميع بوافر الصحة والعافية والتقدم والازدهار للشركة ديالنا قبل كل شيء نقدم لكم نفسي معكم محجوبة تطواني من مدينة تامسنا إعلامية سابقة في التلفزيون المغربي وصاحبة مقاولة شركة جلوبال أدكاش تشرفني وتفرحني بزاف نحكي المغربة ونعود لكم على التجربة ديالي مع جلوبال أدكاش في الحقيقة الاشتغال في التجارة والمال ما كانش كنفكر فيه نهائيا ما كانش في المخططات ديالي خدمت في التلفزيون في القناة الأولى لمدة 25 سنة وكان عندي سالير كبير ولي بريم ولكن تبقى قليل قدام الى قارناه بالجهد والخدمه الكثيره خدمه بالليل وبالنهار وحتى في العطل الدينيه والرسميه وتنعيش في ستريس يوميا فقررت ناخذ التقاعد ديالي قبل الوقت ونغير حياتي ونقلب على خدمه اخرى على عمل نكون فيه سيده نفسي ونكسب المال وجاتني الفرصه والحمد لله جاتني الفرصه ندخل بزنس رقمي اقوى بزنس عالمي كيندروسسو، جلوبال ادكار، بيزنس صالح لكل المستويات الاجتماعية والثقافية والعمرية، الفكرة ديالو بسيطة ولكن قوية وقوية بزاف، وأرباح خيالية، ما كاينة غير في الشركة ديالنا، واخا ما عندي لا خبرة ولا معرفة ولا حتى حاجة في مجال التجارة والمال، قدرت نتعلم ونحضر تدريبات، وأقوى التدريبات هي اللي قدمها لنا المدير التنفيذي وصاحب الفكرة العبقرية المصدر أميل حافظي كي لنا تدريبات في اللقاءات الأسبوعية وكذلك في معسكرات تدريبية وحضرت الحمد والحمد لله جوج ديال المعسكرات واحد في تونس وواحد في المغرب وقدرت نكون فريق متنوع في ربات بيوت وموظفات وطالبات شابات وكذلك أطفال مستثمرين وملي فهمت الدخل السلبي والرؤية المستقبلية للشركة وفهمت أنه دخل ما فيه جهد وغادي يضاعف لي راس مالي هذا جعلني وخلاني نستمر بالباقه الماسيه ميات باقه في البدايه وهنا تضحت الرؤيه ديالي المستقبليه باش نوصل للثراء وكذلك فين غادي يوصل هذا الاستثمار ديالي الفلوس اللي انا دفعتها في التطور والبيزنس ديالي غادي يتطور لاني كنخدم فيه ولكن اقوى شيء حققته لحد الان اقوى انجاز في حياتي الماليه هو من اللي تلقى بالمرأة الحديدية البروز في عيد المرأة 8 مارس الشركة ديالنا احتفلت بالمرأة بواحد الطريقة فريدة من نوعها ومتميزة وذكية صراحة كان لي عظيم الشرف نكون مع المتوجات في 8 مارس وانا فرحانة بزاف انا جوج ديال المغاربة متوجات ولله الفضل والمنة غادي نقول لكم حاجة واحدة وهي ان اني عندي واحد الثقة كبيرة في هذا البيزنس ودابا الثقه ديالي بزاد والايمان ديالي في هذا البيزنس تزاد وبلي هذا البيزنس هو فعلا بيزنس تحقيق الاحلام في 3 مارس عملت الهدف ديالي قدامي وخدمت عليه واستغليت هذه الفرصه اللي عطاها لنا المدير التنفيذي للشركه وكنت حريصه باش 50 باقه اللي فعلت تكون اول باقه تنزل في المسوفه العالميه وهذا بطبيعه الحال غادي يعطيني اضافه في البيزنس ديالي علاش حيت انا دابا مسعى المقاوله ديالي باش نزيد من الباقات الجديده ففي وقت قصير غادي تطور المال باذن الله تعالى وحاجه اخرى اللي خلاتني ندخل لهذا التحدي ونستغل هذه الفرصه هو وجود مصفوفه جديده مصفوفه ذهبيه وهذا هو الشيء الجديد اللي جات به الشركه ديالنا بدايه هذا العام 2024 اقوى ربح سريع مضاعفه راس مال ثلاثة ديال المرات بلا جون وفي الأخير بغيت نهدي هذا الإنجاز بإسمي وبإسم كل الفائزات في يوم تحدي المرأة الذهبي تنهديو معلمنا وقائدنا وقدوتنا الجراند ماستر أمين الحفيظ وكنهديه كذلك لكل المغربيات الطموحات واللي تيكافحوا من أجل حياة كريمة ومستقبل ساهر كل الشكر والامتنان لكم مصدر على هذه الفكرة الذكية والعبقرية شكرا لكم اخواتي فريق الحب والثراء على تشجيعكم ودعمكم شكرا لكم مغاربه الاذكار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله عليك قاعدة قائدة محروبة فخورين كتير فيك وبتشكرك كتير وبتمنى لك دوام النجاح والتألق يا رب واخر سيدة اعمال معنا من المغرب هي قائدة كتير مثابرة وكتير طموحة وسقت كتير بمشروعنا وقررت تاخد الفرصة واجهت كل التحديات والصعوبات اللي عندها واليوم عم تبني نجاح كتير حلو مع شركتنا وقدرت بجدارة تاخد لقب السيدة الحديدية جولد من سوا ابنة المغرب القائدة المميزة فاطمة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل كنتمنى يكون الصوت ديالي واضح عندي مشكل في الكونيكسيون فبالي. آ... فبالي. شكرا اختي مالك شكرا على التقديم ديالك الرائع والزوين كعادتك السلام عليكم ماستر السلام عليكم شركاء المغاربه آ... في انحاء المغرب طبيعه الحال كنشكركم بزاف على هذا العرض كنشكر الماستر امين على هذا العرض المتميز اللي هو عرض استثنائي واحتفالي بالنسبه للمغاربه ككل باش يحضر معنا المدير التنفيذي ديال شركه جلوبال ادكاش كدعم المغاربه ويعرض الفكره ديال جلوبال ادكاش للشركاء ديالنا المحتملين بواحد طريقه مبسطه جدا وسلسه كنشكرك بزاف بزاف ماستر على هاد البادره القويه اللي درتي معنا مع المغاربه بصفه عامه معكم ايوكو فاضما من مدينه مريرت شركه شركه جلوبال ادكاش وحائزه على لقب المرأة الذهبية الحديدية صراحة هذا فخر وفخر كوني مرأة ربة بيت يعني من وسط داري قدرت نحقق هذه الأهداف الكبيرة بزاف ولله الحمد إن شاء الله نحاول نعطيكم واحد النبذة بسيطة على التجربة اللي عشت في شركة جلوبال الأدكاش اللي هي بالنسبة لي تجربة اللي هي قوية بزاف يعني البداية ديالي بدات في شهر 10 في 2022 يعني دابا عام ونص صراحة فاش دخلت لشركة جلوبال Adcash كان الهدف ديالي نتعرف على مشروع يعني مشروع الاحلام يعني مشروع حقيقي لنقدر نحقق فيه كاع الاحلام ديالي كامرأة يعني من وسط داري ولله الحمد ففعلا فاش تعرفت على شركة جلوبال ادكاش قدرت قدرت واستطعت اني نحقق هاد الاهداف الكبيرة ولله الحمد ففي البداية ديالي بديت وحاولت نتعرف على الفكرة ديال شركه جلوبال ادكاش القويه وفعلا فهمتها وحبيت هذه هاد الفكره هذه من خلال التداريب اللي كيعطينا المستر امين حافظي اللي دائما حارس علينا باش نتكونوا ونفهموا هذه الفكره القويه حبيت الفكره وعطيتها حقها فعلا يعني هذه هاد الفكره هذه فاش انا وصلت وصلتني يعني فهمتها ولمستها حبيتها وعطيتها بكل ثقه يعني بالثقه باش عطيت الفكره فعلا حصلت على النتائج النتائج ديالي اني قدرت نكون فريق اللي هو كبير وقوي لا في المغرب لا في خارج المغرب هذه من البدايه من البداية ديالي وقدرت نحقق الامان المالي وكانت اول تجربه اللي كانت قويه بالنسبه لي في شهر خمسة قدرت أن ندير اول باقه استثماريه يعني 25 باقه وكان هذا هدف بالنسبه لي في شهر خمسة هدف اللي هو قوي بزاف يعني خصني ندير الباقه ديال 15 ديال 25 باقه يعني كمستثمره في شركه جلوبال ادكاش اللي فيها نتائج وأربح ليا قويه قويه بزاف من بعد يعني في عام تقريبا ما كاملاش قدرت اني ندخل في ديال المراه الحديديه هذا كان دافع قوي بالنسبه لي ومن كلام الماستر اللي كان كلام قوي قوي بزاف كمغربيه حره المس الحب ديالو والمراه المغربيه والاي مراه كتقدر تحقق الاهداف ديالها في جلوبال ادكاش يعني قدرت اني ندير باقه ديال 65 باقه يعني الحمد لله وصل وصلت الباقات ديالي لاكثر من 150 باقه ولله الحمد يعني هدف حققته في عام فهو هدف اللي هو قوي وكبير والهدف ديالي ماشي هو زعما نوصل هنا فقط مي كان حلم صغير وبدا كيكبر كي شوي بشوي في جلوبال ادكاش والحمد لله يعني بديت بفكره بسيطه يعني فكره جلوبال ادكاش فهمتها وعطيتها وحبيتها ودرت فريق دابا في الامل المالي وان شاء الله غادي نطلق الحريه الماليه وان شاء الله للثراء كاملين فكنقول ميساج واحد لكل مغربي معانا وكيسمع فانت في اقوى بزنس حقيقي رقمي يعني في المغرب المدير التنفيذي لشركتنا فهو مغربي ولله الحمد كنشوفوه كنهضروا معاه كنتعرفوا عليه آه يعني كل شيء بين يديك تحاول تعرف على هذه الفكره هذه ديال شركه جلوبال أدكاش فهمها طرح جميع الاسئله ديالك توضح لك الرؤيه فاكيد غتنطلق فجلوبال أدكاش كفكره هي بدرة الا زرعتيها و... و... وتابعتها و... وسقيتها وسقيتيها فاكيد ستحصل على نتائج اللي هي قويه قبي... قويه بزاف فالفرصه ديال جلوبال ادكاش بين يديك تعرف على هذا المشروع والتحق بنا في اقوى بزنس حقيقي عالمي آه شكرا اختي مالك آه وأستسمح عندي مشكل في الكونيكسيون شكرا بزاف اختي مالك ما شاء الله عليك قاعدة فاطمة كتير فخورين فيك نحنا وبنجاحك ونعطينك بعض بنجاحات أكتر وأكبر بعد يعطيك ألف عافية يا رب الحمد لله شركتنا عم تكبر يوم بعد يوم وإنجازاتها عم بتزيد مع كل يوم ونجاحنا عم نرسمه من خلال كل قصة نجاح للشريك من شركائنا شكر القائد والرجل العظيم يلي أسس هيدي الشركة وقدم لنا هيدي الفرصة الماستر أمين الحافظي اللي هو فخر المغرب والعرب هيدي الشركة يلي انعملت لتكون أقصر طريق للنجاح وتحقيق الذات والطرق لكل الطموحين انت يلي عم تسمعني هلا فيك تكون معنا وتصنع بتصنع قصه نجاحك يلي بتحلم فيها معنا الفرصة صارت بين إيديكن والقرار إلكن بس قبل ما تتخذوا هذا القرار رجعوا للشخص اللي دعاكن واستفسروا أكتر واسألوا أكتر حتى تتوضح لكن كل تفاصيل هيدا المشروع تقدروا تاخدوا القرار السليم والصحيح لكن اللي قرروا يكونوا معنا أو رح يكونوا معنا من مرحبا فيكم بعالم الثراء وتحقيق الأهداف والأحلام. بتشكر كل الحاضرين معنا اليوم وتصبحوا على ألف ألف خير يا رب.